مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة. وزي ما احنا عارفين الأهلي خلاص بيستعد لمباراة العودة أمام بطل نايجر واللي هتكون يوم السبت اللي جاي، وكلام كتير عن الفريق كمان ورؤية لقاء العودة وملفات تخص المنتخب هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا أول مرة بقى في 10 الصبح في الأهلي بس مش آخر مرة، كابتن أحمد سلامة مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل وأهلا بحضرتك. منور الدنيا كلها. بنور حضرتك كابتن أحمد. أنت يعني الحقيقة طول عمرك واحد من أبرز المهاجمين، سواء كنت مع الترسانة أو حرس الحدود أو حتى مع المنتخب، فمبدئيا كده وبعد كده هندخل بقى معاك في تفاصيل تانية كتير. يعني عايزين نعرف أنت فين دلوقتي، وضعك الكروي حاليا إيه؟ حاليا أنا مدرب، أنا بدأت تدريب في نادي حرس الحدود في قطاع الناشئين، بعد كده اتنقلت لنادي كفر صقر في الشرقية مدرب للفريق الأول بالنادي، والحمد لله ادينا أداء جيد في أول موسم ليا كمدرب في الفريق الأول، وبعدها اتنقلت لنادي اسمه نادي أحمد عرابي، والحمد لله صعدنا بالفريق من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة، ورجعت تاني لنادي كفر صقر، وحاليا انا بدرس بعض العروض ان شاء الله باذن الله، يعني بعض الانديه يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يبارك في حياتك. يعني حاليا انا شغال في التدريب يعني. هايل جدا. ولو رجعنا بقى لفتره اللعب مش التدريب، ايه كانت اكتر الفترات اللي حضرتك بتشوفها كانت متميزه ليك جدا او مميزه يعني بالنسبه لك؟ يعني انا شايف ان فترتي ايام الترسانه دي كانت من افضل الفترات. انا يمكن في فتره الترسانه يمكن انا كنت جاي من نادي المنصوره، وكان يعني تم التعاقد معايا من نادي الترسانة. الحمد لله دخلت الفريق بشكل سريع جدا، اتألقت بشكل سريع جدا، انسجمت مع الفريق بشكل كويس. كانت فترة بالنسبة لي فترة مميزة جدا، لأنه يعني بعدها مباشرة انضممت لمنتخب مصر، يمكن من أسرع اللعيبة اللي طلعت في الدوري الممتاز أو ظهرت في الدوري الممتاز، وانضمت بشكل سريع جدا للمنتخب. كنت محظوظ جدا بده، كان في دعم من كابتن فاروق عفر، كان هو المدير الفني ليا في نادي الترسانة، وكان في الفتره دي يعني قائد المنتخب المدرب الكابتن حسن شحاته، ويعني هو كمان تعامله معايا ساعدني بشكل جيد جدا ان انا اظهر بشكل كويس، اداني ثقه، كان بيتعامل معانا كاب، يعني ده فعلا فرق معانا جدا يعني. انت كنت محظوظ فعلا بوجودك مع كابتن حسن شحاته. طبعا طبعا. الجيل الذهبي ده المنتخب المصري، الجيل ده كان من اهم الاجيال اللي جت في تاريخ الكره المصريه، يمكن تحقيق 3 بطولات 6 و8 و10، يعني كان اكبر دليل ان المجموعه دي كانت من افضل مجموعه اللاعبين اللي كانت متواجده يعني. صحيح. انت بحكم كونك مهاجم ومهاجم متميز، خليني اسالك السؤال ده، ليه في فترات مش قصيره كانت معظم الانديه بتضطر ان هي تلجا لجلب مهاجم اجنبي، سواء كان افريقي غير افريقي، لغايه لما طبعا ابتدت تظهر عندنا اسماء يعني محمد شريف واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد الى اخره، وفي طبعا من الاجيال اللي قبل كده، بس ليه دايما بنستعين بمهاجم اجنبي؟ اشمعنى؟ هو يمكن ده بيبقى في شيء من عدم الثقه من المدير الفني في اللاعب المحلي او اللاعب الموجود، وبيكون شايف ان في اضافات بتيجي من اللاعب الاجنبي، بيقدر يضيف قوه، بيقدر يضيف سرعه، بيبدا يضيف لمسات او لمحات فنيه. يعني انا شايف ان في بعض اللاعبين الاجانب بيجوا ما بيكونوش على قدر الثقه دي، او جوده اللعب ما بتكونش هي الافضل. في لاعبين مصريين بالذات في مركز المهاجم على مستوى عالي جدا، ويمكن افرزت الفتره اللي فاتت يعني مهاجمين اقوياء جدا جدا، يعني كان عندنا ميدو، كان عندنا متعب، كان عندنا عمرو زكي، كان عندنا يعني كابتن حسام حسن طبعا، احمد بلال، اسامه حسني، يعني كان عندنا اسماء كبيره جدا، سيد حمدي، احمد رؤوف، مجموعه كبيره جدا، احمد عبد الغني، كان مجموعه كبيره جدا جدا من المهاجمين في الفتره دي، كان عندنا تخمه في الناحيه الهجوميه. يعني لو يعني ده كان نتيجه ان المدرب المصري كان عنده ثقه في اللاعب المصري بشكل جيد. في الفتره الاخيره بدات الثقه تقل شويه، ما اعرفش ممكن يكون مستوى المهاجم قل شويه، او رؤيه المدير الفني في ان هو محتاج نوعيه لاعب عنده سرعات اكتر او قوه اكتر او حاجه ميزه اضافيه يعني. بالظبط، ميزه اضافيه، فاضطر ان هو يعني ان هو يستعين بمهاجمين اجانب. ده اثر بالطبع في يعني على مركز المهاجم في الدوري المصري، او على طريق المنتخب، او من خلال تواجد اللاعب المصري في المنتخب طبعا يعني. لكن انا شايف ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا، محمد شريف بيأدي بشكل كويس جدا، مصطفى محمد بيأدي بشكل كويس جدا، احمد ياسر بيأدي بشكل كويس جدا، صلاح محسن بيأدي بشكل كويس جدا، يعني عندنا لعيبه وعندنا طالع
يعني كوادر هجوميه مميزه، كوادر هجوميه بشكل محترم جدا جدا. انا شايف كمان مصطفى البدري اللي تعاقد مع الاهلي هيبقى ميدو كويس جدا، اضافه كويسه. يمكن هو دلوقتي اعاره عشان برضه يبدا يعني يستوي بلغه الكره بشكل كويس ويعود تاني للنادي الاهلي. فانا شايف لا، في الفتره اللي جايه ان شاء الله عوده جديده للاعبي الخط الهجومي المميزين ان شاء الله الفتره الجايه. ممكن اسال سؤال بره الموضوع؟ اتفضلي. صحيح شكلك صغير يعني عندك كم سنه؟ انت سبت الكوره امتى؟ انا سبت الكوره وانا يعني يمكن انا يعني 36، انا يعني انا سبت الكوره انا عندي 32 او 33 سنه. انا لعبت هنا لحد 2013 في الدوري المصري، وبعد كده اتنقلت للدوري العماني، لعبت في نادي العروبه، نادي كبير جدا، نادي بطولات وانجازات. وبعد كده رحت نادي الخبوره، كان نادي صعد من الدرجه الثانيه، وصلنا بيه للوصيف، وكان مدربنا في الفتره دي كابتن شريف الخشاب، وادى يعني او قبل بلان حسن في الفتره دي، وعملنا موسم هايل مع نادي الخبوره. وبعدها رجعت هنا على نادي وادي دجله، وبعد كده رجعت تاني لنادي الشباب العربي اللبناني. يعني دي كان ومن بعد الشباب العربي اللبناني سد بعد بقى. انت قعدت ترص لنا الكلام ده كله، لو انت عندها حق انت حقيقة تعمل الكلام ده كله. لا سريعا والله، صحتي ملحوظه في محلها سريعا يعني الحمد لله. كان من فترات كانت محطات بالنسبه لي مهمه جدا بجد. انا استفدت واتبسطت جدا جدا في كل فتره من الفترات دي. يعني انا كمان نادي حرس الحدود يعني ليه فضل عليا كبير جدا طبعا، لان انا ظهرت فيه بشكل جيد. يمكن مش اول ما كانت الطريقه الخاصه بي او طريقه الانسجام ما كانتش بنفس سرعه الانسجام او الدخول جوه الفريق بشكل سريع زي ما كنت في الترسانه دخلت بشكل اسرع. في الحرس كان الموضوع اصعب شويه، لان كانت يعني مجموعه لعيبه عاليه جدا جدا، وانا كنت كمان جاي نجم فرقتي في الترسانه وبلعب منتخب مصر، فكان المفروض انت تدخل وسط الفريق يعني بسرعه، فكان الموضوع صعب يعني. فانا اخذت جالي بعض الاصابات شويه واتاخرت، وبعد كده بدات ارجع تاني الحمد لله. يعني انسجمت مع الفريق وبدات ادي اداء كويس يعني الحمد لله. شكل تاني خالص هنا يا كابتن احمد. فعلا كان ستايل شعر. لا شعر كان مختلف تماما. ده سيف ابن الكابتن فاروق جعفر ده، وانا كنت في الترسانه كان هو بيحب يحضر، كان من اكتر يعني من اكتر الناس اللي بيحب يبقى متواجد معاهم. طبعا ده سيادة الوزير حسن صار طبعا واحد تاني فعلا. أيوة والله فعلا عندك. لا الشعر كان ستايل تاني مختلف طبعا يعني. كان أنا الشعر كان من بعيد تبان شبه ميدو بالظبط يعني. الستايل كان مختلف تماما. انا قصرت شعري من فتره طويله، يمكن ليا هنا كمان صور تانية هتلاقيها قريبه من الشكل او الستايل اللي انا فيه. يمكن ده كان الشعر بدا يقل شويه، قصرت شويه شعر. في اوقات انا يمكن من النوعيه اللي انا مش ثابت بشكل طول الوقت على ستايل معين، ممكن تلاقي دقنه طويله شويه، ممكن تلاقي شعر بيطول شعر بيقصر. فتلاقي دايما في تغيرات باستمرار. انت حضرت يعني المبدا اللي هكلمك فيه ده كلاعب وكمدرب، فكره ان انت تكون يعني مع فريق مثلا في الدوري الممتاز ب ويتصعد لالف او درجه رابعه ويبقى ثالثه ايا كان، سواء في مصر او براها. يعني رايك ايه في تصعيد بعض الفرق اللي انضموا للموسم الحالي؟ طبعا بتكلم على ممتاز الف، الفرق اللي كانت في ب وطلعت لالف، وجودهم هيشكل إضافة. هل في مساحة لأن احنا نتفاجئ بفريق منهم؟ هو أنا شايف إن فيوتشر مستعد بشكل كويس. يمكن خلي بال حضرتك، أنا شايف الفرق اللي بتطلع من تحت معظمها فرق شركات عندها إمكانيات وقدرات. طبعًا بيعملوا تدعيمات. بيعملوا تدعيمات بشكل كويس، بيستعينوا كمان بلاعبين عندهم كفاءات عالية من أندية زي الأهلي والزمالك وبيراميدز على سبيل الإعارة. فده بيدي إضافات بشكل كويس مع وجود لعيبة جيدة طالعة من بجودة عالية طالعة. وده يخلي الدوري يحلو. بالظبط، انت عندك لما بيكون عندك لما يكون عندك فرقتين او ثلاثه اقوياء والباقي كله فرق ضعيفه، بتحس ان الدوري كله ضعيف يعني. خلاص الصداره محسومه، الفرق الهابطه او محسومه من بدري. عكس السنه اللي فاتت كان عندنا بدايه من الموسم اللي فات كان عندنا لحد اخر لحظه الموضوع متعلق، سواء كبطوله دوري او اللي عندهم صراع على الهبوط والحاجات دي، زائد الاربعه اللي هم هيشاركوا كمان او اللي هو المربع الذهبي. كان كل المناطق في الدوري فيها مشتعله وفيها منافسه شديده. فدي ده باول دوري طبعا. يمكن كمان السنه دي انا شايف انه الدوري هيبقى اقوى اكتر، لانه يعني احنا ماشيين بشكل كويس جدا جدا في حته كمان يعني عندنا يمكن رابطه الانديه ده طريق او خطوه في طريق يعني التجويد اللي هو تطوير الرياضه في مصر او تطوير كره القدم في مصر. انا شايف ان دي خطوه جميله جدا يعني، ان شاء الله
هتكون ليها عامل ايجابي ان شاء الله مع في الدوري الموسم ده والمواسم اللي جايه ان شاء الله. طيب بالنسبه للمنتخب انا مش هاخد الاجابه دلوقتي عشان احنا هنطلع بس فاصل، بس انا هبقى اما ارجع اتكلم مع حضرتك في قصه بقى المنتخب، وكان ليك طبعا تجربه زمان ودلوقتي عايزين رايك بقى مع كراش بتقيم الاداء ازاي حتى هذه اللحظه والمتوقع كمان اللي جاي، فكره كمان ان احنا المنتخب دلوقتي عندنا يعني لعيبه عالميين او محترفين موجودين، فده بيدي الثقه الى حد ما او طمانينه كل ده، بس خلينا لما نرجع يعني هنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. ادي الورقه ايه. رجعنا مره ثانيه ولسه حديثنا مستمر مع كابتن احمد سلامه، وكنا بنتكلم عن المنتخب. كنت بسالك هل نقدر نقول مثلا من وجهه نظرك المنتخب حاليا محظوظ لان في عندنا اسامي كتير محترفين منضمين، يعني هل نقدر نتكلم من الزاويه دي؟ اكيد طبعا، يعني احنا عندنا مثلا حد بقيمه محمد صلاح، عندنا محمد النينيو، عندنا يعني تريزيجيه ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله، وعندنا عمر مرموش، عندنا مجموعه كويسه قوي قوي، عندنا لعيبه محليه. بس وقتكم ما كانش فيه ده وكنتوا برضو منتخب قوي جدا، يعني يمكن عند حضرتك حق لان احنا كنا يعني كان في حلول كتير جدا جدا، كان عندنا اكتر يعني احنا كان جيلنا فيه اكتر من عنصر في الملعب بيقدموا حلول كبيره، يعني يمكن دلوقتي احنا عندنا الحلول اقل شويه عند بتتمثل في محمد صلاح او في مثلا تريزيجيه او مرموش لو تريزيجيه مش موجود، او رمضان صبحي او مجموعه الاماميه، لكن احنا عندنا كان مجموعه لاعبين حتى في منتصف الملعب كنا بنقدر في لعيبه تقدر، يعني احمد حسن صار يعني كان بيقدر بتسديدات خارجيه يقدر يخلص ماتشات، حسن عبد ربه نفس الكلام، محمد شوقي، وده شفناه في مباريات كتير جدا جدا، ما كانش الموضوع مقتصر على او مقتصر على المجموعه الاماميه بس اللي هم الخط الهجومي بس، فده كان بيدي دعم كويس، كان عندنا اطراف ملعب كويسه سيد معوض، وكان عندنا فتحي، كان عندنا مجموعه هايله يعني، كان فين ايامكم الحلوه كابتن، حتى خط الديفنس طبعا اللي موجود دلوقتي برضو لعيبه جيده طبعًا. عندنا محمد صلاح يعني فخر العرب وفخر طبعًا. مصر يعني، وكل يوم بيحقق ارقام جديده وكل يوم بيحطم ارقام للاعبين اساطير في ليفربول وفي انجلترا. انا شايف انه زي ما حضرتك قلتي طبعا المنتخب محظوظ جدا جدا بوجود حد بقيمه محمد صلاح، اتمنى له التوفيق، يمكن امبارح كمان في اتلتيكو مدريد وليفربول ادى اداء جيد، ويمكن يمكن كمان بيساعده جدا الكسندر ارنولد، بيعرف يخلي محمد صلاح في حاله جيده، يعني اللاعب اللي تحت محمد صلاح بيقدر يفيد محمد صلاح كويس جدا أكيد. جدا الباك رايت وهو بيلعب ناحيه الرايت في الوينج او لعيب وينجر ناحيه بيفرش له فرشه حلوه، بيقدر لو محمد صلاح لبره ارنولد بيدخل لجوه، او لو محمد صلاح دخل لجوه بيقدر يطلع لبره، فبيدي مساحه لمحمد صلاح يبقى عنده حلول، ودي حاجه جيده جدا. ولازم المنتخب كمان مستر كروش مدرب واعي جدا ومدرب كبير ومدرب عنده فلسفه واستراتيجيه على اعلى مستوى، يقدر يستفاد من محمد صلاح باللاعب اللي تحت منه، ده لاعب محوري جدا بيأثر على اسلوب لعب محمد صلاح، او بيبدا محمد صلاح يتحرك عكس تحركات محمد صلاح. تمام، قبل ما الوقت يسرقنا ان احنا فاضل عندنا اقل من 3 دقائق، عايزين بقى نعرف برضو رؤيتك لمباراه الذهاب اللي حصلت بالفعل بين الاهلي وبطل النيجر، وتوقعاتك لمباراه الاياب ان شاء الله يوم السبت الجاي، شايف الصوره ازاي؟ انا شايف ان يعني كانت فرصه كبيره جدا ان الاهلي يعني يقدر يطمن جماهيره بالصعود للدور المجموعات او للدور اللي بعد كده او دور 16، يعني انه بانهاء المباراه من هناك الفريق مش ليس الاقوى، يعني يمكن الاهلي او مستر موسيماني احترم الفريق زاد على اللازم، كان يقدر في شراسه هجوميه اكتر بالظبط، يعني كان يقدر يلعب ب 4 2 3 1 عادي، يحط حد او يوظف حد في مكان قفشه، انا عارف ان قفشه كان عنده زفاف يعني، الف مبروك طبعا مبارك له من على الهواء من خلالكم طبعا، لكن كان يقدر يوظف حد في المكان ده يلعب 4 2 3 1 4 2 3 1، ودي الطريقه اللي بيظهر فيها الاهلي بشكل كويس. يعني الحرس الوطني مش الفريق اللي انت تلعب قصاده بثلاثه ديفنس او ثلاثه في نص الملعب ارتكاز، لكن انا شايف ان الاهلي ومستر قدرش يعني ما كانش قادر يقيم بشكل جيد، لكن انا شايف ان هو المباراه اللي جايه لو اهتم قوي بحته ان محمد هاني ياخد مهام هجوميه بشكل كويس هيفرق جامد جدا، يدي الثقه لمحمد هاني شويه، محمد هاني لعيب كبير جدا يمكن فقد الثقه بقعدته على الدكه معظم او فترات طويله،
محمد هاني كان فتره من الفترات من اهم لعيبه النادي الاهلي طبعًا. كان بيعمل جبهه كويسه قوي مقابل جبهه علي معلول. كان عندنا جبهتين بيقدروا يعملوا خطوره من ناحيه اليمين والشمال. دلوقتي بقت جبهه يعني علي معلول اقوى شويه والجبهه دي يعني يعني اقل شويه جبهه محمد هاني. لا انا شايف محمد هاني لو رجع لازم قعده من مستر موسيماني نفسيه لمحمد هاني فيها دعم وفيها ثقه وفي امكانياته وقدراته. بدر بنون لازم يرجع لانه يعتبر صوت العقل في خط الديفنس في النادي الاهلي، بيقدر يطلع الكره بشكل كويس، عارف امتى يطلع شورت باص او لونج باص او كره على الارض او كره طويله او كره عميقه في عمق دفاعات الفريق يعني، وبيقدر يتحكم في رتم المباراه من تحت في بناء الهجمه، ما عندوش سياسه التطفيش بالظبط، بيقدر طبعًا. وكمان بيقدر يتوقع بشكل كويس وبيدي ثقه يمكن يعني دور ياسر ابراهيم وايمن اشرف يعتبر دور واقع يعني الاثنين نفس القوه البدنيه والاندفاع والقوه وعندهم طاقه هي مطلوبه جدا في المدافع، ولكن مطلوب كمان يبقى في حد زي ما في حد عنده القوه والسرعه وعنده يكون برضو عنده الباص السليم، عنده الرؤيه الكويسه، عنده فيجن اوسع، عنده قرارات سليمه في بالذات ان مستر موسيماني بيعتمد على انه يلعب بالكره من تحت لقدام بشكل كويس. هو كان ناجح فيها جدا في صن داونز لما جه هنا بدا يطور، يمكن الاهلي كان بيبدا يعمل بناء هجمه بشكل بطيء جدا لكن بدا يطورها شكل الفتره اللي فاتت، لكن لازم وجود محمد هاني، لازم وجود واعطاء الثقه ليه وجلسات نفسيه ان شاء الله ان شاء الله كلنا نسعد بمباراه يوم السبت. انا شايف ان شاء الله يعني شايف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله الاهلي او المباراه اللي جايه الاهلي يقدر يحسمها بشكل كويس يا رب. المباراه والموسم بقى باذن الله والموسم ان شاء الله باذن الله وان شاء الله البطوله هيكون موجود ان شاء الله يحافظ على اللقب يعني الاهلي عودنا على كده ان شاء الله. صحيح نورتنا كابتن احمد والله ومش اخر مره وعد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا وبشكركم على الاستضافه وانا سعيد جدا وحاسس ان انا في بيتي بجد طبعا. يعني انت منور شكرا جزيلا نورت الدنيا كلها شكرا جزيلا لحضرتك شكرا. لا 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 انت شايفه كده. طب يا حضرات احنا للاسف وقتنا معاكم في حلقه النهارده يا خلاص يعني بيوشك على الانتهاء. دي بالنسبه لنا حلقه نهايه الاسبوع، فباذن الرحمن يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي ان شاء الله وحلقه جديده و10 صحف الاهلي. صباح الفل عليكم.